قفله حلوه قوي. ايه رايك في التوزيع يا ياسمين؟ عارف يا ناجي، لو دخلنا السقف من اول الاغنيه لاخرها هتدي احساس بالايقاع وتخلي الاغنيه واو. لا يا عم، سقفه ايه؟ قديمه قوي السقفه دي كده، ستايل موت. ايه يا ياسمين؟ معلش يا جماعه، انا ماليش مود للشغل خالص النهارده. في ايه يا فنانه؟ مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ مخنوقه شويه. زكريا، هو في غيره منكد عليا؟ هو الواد ده ما بيتوبش. اللي زينا ما بيتوبش، كل مره بيجي بيحاول يقتلني وشايل معاه مسدس. غيرت قانون الباب، ما بيجي يكسر عليا الباب. يقتل ايه ويكسر ايه؟ انتوا بتتكلموا على واد بلطجي ولا ايه؟ مش عارفه اعمل معاه ايه، غلبته والله. يعني ايه تعملي معاه ايه؟ توقفيه عند حد وطبع. ازاي بقى؟ ايه اللي ازاي؟ لا مدام بلطجي سيبهولي انا، كفايه اعمل لك معاه الصح. ومدام يعني بيجي ناحيتك، لا انت تخصيني، انت ما تعرفيش انا بحبك قوي يعني، ما سيبيني انا هتصرف. ربنا يخليك ليا يا ماجد. لا لا انا بتكلم بجد، انا سيبيني الموضوع بس. انا كان عندي استفسار يعني، سؤال لا مؤاخذه يعني، هو الواد ده معاه مفتاح الشقه هنا يعني؟ كانت الحياه امان ولا بيجي ازاي ولا ظروفه ايه ده؟ هنا كان جوزي. اكبر غلطه ارتكبتها في حياتي، كنا متجوزين عرفي، كل واحد فينا خلاص راح لحاله، بس هو مش راضي ينساني. مادام كده يعني اتجوزتي ليه مادام بلطجي؟ كان بيحميني، كنت خايفه من مجال والوسط، كان هو اللي بيحميني من كل الناس اللي بتضايق. كان ماسك لها شغلها، كان مدير اعمالها. والله ما فلحت غير بعد ما سبته، كان مخسرني كل الناس، بس ما سبتوش غير بعد ما ادمن. يا جماعه انتوا مش حاسين بيا، مش حاسين باللي انا شفته، مش حاسين يعني ايه واحده تعيش مع واحد مدمن. انا كنت عايشه في عذاب، ولغايه دلوقتي انا عايشه في عذاب والله. خلاص ايه دي؟ ايه دي؟ ما انا قلت لك هتصرف انا. ايه معلش، مش خاطر معلش. ايه دي بس؟ ايه دي؟ طيب ايه دي ولا هتصرف؟ لا يعيش طول ما انا جنبك. يا دين النبي، انا في حلم ولا في علم يا جدعان؟ معقول يا زينة؟ معقول عرفت اشوفك تاني؟ انا جيت يا اخويا عشان عندي كلام مهم عايز اقوله، مش عشان تقعد تحب فيا وتقول لي كلام بكش. الله الله الله، يا زين في ايه؟ خير يا زينة القلب؟ في عريس متقدم. عريس متقدم لي؟ امال نطلع ايه بقى يا زينة؟ انا بقول لك يا اخويا عشان تتصرف، مش عشان تقول لي نطلع ايه. يا واد انت قاعد هنا في الحتة الشمال دي. زينة بقول لك ايه، ما تستفزنيش يا زينة. قولي مين الواد ده يا زينة؟ ردي عليا يا زينة، مين الواد ده؟ الواد شفيق. شفيق؟ مش مكسوفة يا بنت انت بتقولي شفيق؟ في واحد هيتقدم لها واحد اسمه شفيق؟ ماشي، بس الرق مش عليكي، انا هوريك يا شفيق الكلب. محوش على قلبه فلوس قد كده ومستقصدني في الطلعة وفي النازلة. استقصدك في الطلعة وفي النازلة؟ ماشي، وحياة أمه لا هجيب خبره، وبتطلعه في النازلة برضه. ليه؟ وهو كان عمل لك حاجة؟ لا والله، واستنى لما يعمل لي أنا. بقول لك يا زينة، وعهد الله ما في مخلوق على وجه الأرض يقدر ياخدك مني. طب بقى ما توريني شطارتك. أوريك شطارتي؟ تحديني يا زينة؟ تحديني عشان بحبك يا زينة ورايدك؟ وبعدين ما أنت عارفة يا زينة، أنا نفسي ما حدش في الدنيا دي يبص عليكي أصلا. بس هي الظروف. انا عارفة يا اخويا ان الظروف ملطشة اليومين دول، وان الجواز ما بقاش بالسهل. بص يا زينة، ملكيش دعوة بالظروف، انا اعرف اتصرف. طلباتك انت واخوكي على راسي يا ستي من فوق، لان انا عايزك ورايتك. وهتقدر بقى على طلباتي؟ هقدر. فيها يا بت انت خارجة مع فردة شراب ولا ايه؟ يا بت ده انت خارجة مع طلعت، ويمين بالله لو عايزة نجمة من السما اللي اكون جايبها لك. ها للدرجة دي بتحبني يا طلعتي؟ بحبك، انا بموت فيك يا زينة، انا بحبك قوي يا بنت. زينة مكسوفة يا بنت اللذيذة. طب كلم طلبة يلا وتقدمي. ماشي اكلمه، بس اشحن بس. والله ضحكتني. ماشي يا سمسم، هنشد احنا بقى عشان الوقت ازف.
يا فنان لافين العده. طب بس انا هستاذنكم بس سيبوني ما اجي عايزاه في كلمتين. لا لا خدي خالص احنا مش عايزينه اصلا. طب انت عارف الطريق صح؟ تعرف تروح؟ انت خدت الفلاشه بتاعتك؟ اه انا هتوه ولا هتكسفنا ولا ايه؟ لا هركب تاكسي انا واتكل على الله ونتقابل الصبح في الجامعه. طيب انت معاك يا جدع معايا انت في ايه؟ ايوه تمام يا عم تمام. طب يلا باي 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 يا سنسه. باي 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 يا حبيبي باي. انا ما كنتش اعرف انك جدع بالشكل ده. النهارده شفت فيك شجاعه ما شفتهاش في اي راجل قابلته قبل كده. ربنا يخليكي. ده بس من زوج. لا بجد انا بتكلم بجد. عندك جنبين احلى من بعض. جانب منهم انك رومانسي حبوب طيب، والجانب التاني ان انت جدع وراجل وشجاع. ماجد انت بجد هتقف جنبي وتخلصني من زكريا؟ طبعا انا مش قلت لك الكلام ده؟ مش طلع من بقي؟ لازم انفذه طبعا. وبعدين انا مش عايزك تقلقي، انا مش هسيبك في اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اسوان في الشتاء رهيبه بس في الصيف بتبقى نار جهنم. ربنا يعين عليها مفرج. ربنا موجود. اطلع شنطة سعادتك فوق في الاستراحة؟ بعد اذنك لو سمحت. ويا ريت بقى توصيلي على كوباية شاي صعيدي من بتاعتكو حبر. امرك يا فندم. شكرا مفرج. الو والد سيادة النائب إيهاب صلاح. أهلا بيك يا فندم. سيادة النائب إيهاب صلاح بيكلمك من مكتبه حالا يا فندم. الله يسلمك يا بابا. الحمد لله وصلت بالسلامة. أنت لو وحشتني أوي أنت وماما. لا راحت إيه؟ أنا هبتدي شغلي من النهاردة إن شاء الله. كلها أسبوعين وأنزل. أظبط شغلي بس يا بابا. طب يا حبيبي وانت كمان وحشني قوي. اديني ماما سلم عليها بقى. خير يا ست طلعت؟ ايه الموضوع المستعجل قوي اللي انت عايزني فيه؟ خير ان شاء الله. بصراحه كده انا طالب. عارف طالب في كليه تجاره. خش في الموضوع على طول يا جدع. اصبر عليا بالله. انا طالب القرب منك. بتقول يا حبيبي؟ يا عم مش انت صاحبي وحبيبي؟ وانا يزيدني شرف ان القرب يزيد ويبقى نسب. وهو تبقى جوز اختي. بتقول ايه؟ ابقى جوز اختي. ابقى جوز اختك يا اخي. مش اما تعرف تقولها الاول. انت بتتكلم عن مين يا لا؟ عن زين اختي؟ اسم الله عليك نبيه. بس انت جيت متاخر يا حبيبي. شفيق كلمني عليها. خلاص كلمك؟ يعني كلام يصبح عليه الصبح يسيح ويطير ويتبخر كمان في الهواء. لا مالكش فيه. انا اللي اقول وانا اللي اقول لا. وشفيق مستني ردي وجاهز بكل طلباتي. وانا كمان جاهز لكل طلباتك واوامرك يا كبير. اؤمر انت بس. وانت هتقدر على طلباتي يا سي طلعت؟ بعون الله اي طلبات ليك هتقضى وتبقى من الاخر. بلاش بس فنجره البق دي. زينه مهرها غالي قوي يا جدع. لو جت على الفلوس امرها سهل. المهم الرضا والقبول موجود. انا سمعت كل حاجه وعايزه اقول لطلعت طلباتي. اموري يا ست البنات. انا عايزه مهر ما يقلش عن 50 باكو. رقبتي. والشقه بتاعتي تكون بره الحته المعفنه دي. ماشي. وعايزه كمان فرحي يبقى في قاعه كبيره كده مش في الشارع. والمعازيم بقى يتقدم لهم جاتوهات وكنزات. كنزات؟ ما تعالي يا زينه شويه. اسكت انت يا طالبه. اللي ياخد زينه يقيمها صح. وانا عيني ليك يا زينه البنات. بس انت اموري بس وليك عليا. شهر العسل في شرم الشيخ. تأموري بحاجه تاني. انت يا ابني سخن ولا جاي تهيس علينا؟ اهيس؟ لا بس انا عايز اطلب منكم طلب انتوا الاثنين. العريس اللي اتقدم ده ياخد سكه وتصبروا عليا شويه كده. وانا وعد مني كل الفلوس اللي هعرف اظبطها هجيبها لكم اول باول. بس الموضوع بقى خد 6 شهور، خد 6 ايام، اكتر اقل اهو كله بامره. المهم ان هي نلبس دبلتين ونقرا الفاتحه. ومحبس.
انا عايز اجيب بتاع زي ده. وغالي غالي عليك ده صح. لما قلت لناش يا لولو. قول فين يعني المكان الجديد؟ الطلعه الجديده هتبقى فين؟ اي نظام؟ ده انت ليك عندي طلعه طلعتي تاني. انتوا صوتوا اللي حصل؟ لو سمحت انا معيش اسمع موضوع السرقه ده في بيتي تاني. هو ايه اللي حصل يلا؟ ايه اللي مالك يلا قلبك خفيف كده ليه؟ ما تجمد، ده انت صعيدي حتى. اللي حصل المره اللي فاتت هو اللي هيحصل المره اللي جايه، وهلم جره مش كده ولا ايه؟ طبعا. وراجل الجناين، الراجل الجناين اللي جاب لي قلبه سكتيه يا جدع. ما قلت لك انه متنيل مات، قصدي ما ماتش وعايز القرد كمان. بقول لك يا لولو سيبك منه، سيبك منه، ده مش فاهم الظروف اللي احنا فيها يا ابني. عايزين كتاكيت مغشفرين، ارحمنا بقى. قول لي المكنه الجديده فين؟ شوفها صح. مين؟ مين؟ بس اثبت لنا، اثبت لنا، حد معاه حاجه من السرقات؟ لا. طب ارمي حته الحشيش في الكمانين وفي وجهه وعلاش كوز ميه. انا تحت بقى. استنى يا خالد، استنى، معيش بطاقه. شوف طيب دي ما انت قص الفساد، اقف هنا. انا يا باشا افتح. قص الفساد. اتفضل يا باشا. مساء الفل يا خالد. السلام عليكم يا شباب، منورين والله. ايه مالكم؟ جاي اتعرف عليكم، مش انت اصحاب طلعت برضه؟ طلع ده ابو ناسب. اتفضل يا شباب. ابو ناسب حبيب قلبي مجود. حبيبي يا لولو اقعد بقى. لفف لك سنة. عندكم شاي يا خلود؟ مفيش زفت. في مخدرات، في حاجه ملفوفه اهي، خد امسك. صباح الجمال. ماشي يا عم. بقول لك يا طلب، عايز اغير الشقه دي. كل اللي انت عايزه عندي يا خلود، تدفع تلاقي من اقل مستوى لاعلى مستوى. اه يا جماعه بس هاتوا لنا شقه غير الستايل اللي انتوا عايشين فيه ده. ايه الستايل المعفن ده؟ بتتكلم عادي ده انت؟ ايه قد في ايه يلا؟ في ايه؟ ومش قصده حاجه يعني، وعايز اقول لك انها شقه زباله. طب تقول كده؟ ايه ايه معفن والكلام اللي بيقوله ده؟ عيل ماسخ. ده ايهاب. ايوه يا سياده الوكيل. ايوه يا بابا ازيك؟ الحمد لله كويس. بقول لك ايه يا بابا؟ شغل سبيكر لو سمحت عشان عايز ماما تسمعنا. حاضر يا عم من عينيا. ازيك يا ايهاب يا حبيبي، وحشتنا. ازيك يا ماما، وحشيني قوي. شكلك كده عايز تقول حاجه مهمه. فعلا انا عايز اقول لكم على قرار خلاص خدته. خير يا حبيبي؟ قول. في ايه يا ابني؟ مال صوتك انت كده؟ قلقتني. لا مفيش حاجه، انا قررت اني ما اكملش خلاص مع سوها. ليه يا ابني؟ كفالة الشر. مفيش حاجة. مفيش ازاي يا ابني؟ ما انت لازم تفهمنا ايه السبب. السبب ان سوها لازم تكمل في مشوار التمثيل، هي عايزة كده وانا رافض ده تماما. يا ابني ما يبراش حاجة، سوها يا هاب دي بنت كويسة، اقعد معاها انت كده وخد ودي معاها واقنعها. يا هاب يا ابني انا نفسي افرح بيك، نفسي اشوفك عريس. الجواز ده اسمه نصيب يا بابا. خلاص انا خدت قرار ومش هرجع فيه ابدا. اشوف وشكم بخير. مع السلامة يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجة، إيه هي؟ بص يا عم النجم. قول. إحنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو، إيه يا بنت الدماغ دي؟ أهم من إن إحنا نسرق تاني، نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقة. الناس اللي واكلينها ولعة. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقة؟ أنا أقول لك يا سيدي. ها؟ نسرق فيلتنا. فيلتكوا؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو، هو أنتم من الناس اللي تستاهل السرقة على حق. بس مش ابن البنك خد فيلتكوا وتلاقي عليه أحراس أو عوق؟ هو ممكن يكون باحها لحد. على العموم أنا هعرف الكلام ده لما أروح لعرفان البواب وأطقس. عارف يا لولو؟ ده اقتراح هايل، قولي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، ننط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ معلش يا بيه، انا لسه بشتغل مع السكان الجداد وكان نفسي ابقى معاكم، لكن اعمل ايه بس؟ امر الله. وسيادتك الراي بيه عارف يعني انك ما يرضكش تقطع عيش. عارف يا عرفان، عارف. بقول لك يا عرفان، احنا بيجي لنا هنا جوابات. ايوه بيه، في جوابات جات لكم من البنوك، اجيبهم لسيادتك؟ ماشي بعتهم لي. وخلي بالك هيجي لنا هنا جوابات كتير لغايه ما نبقى نغير على العنوان الجديد. وماله بيه؟ تيجي وقت ما تيجي، تيجي براحتي. ماشي عرفان.
السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايه يا بيه؟ هما الناس اللي خدوا الفيلا دي يعني امتى بيبقوا مش موجودين؟ ها؟ لا يعني امتى بيبقوا مش موجودين عشان لما اجي لك ما نضايقش حد فيهم. ها؟ انت تفضل تقول لي ها؟ انت لسه سامعك تقيل على الفن. منور يا لؤي بيه. ها؟ بيبقوا مش موجودين كل ويك اند، يعني كل خميس وجمعة وكل اسبوع. خلاص يبقى ده الميعاد المناسب عشان نضرب ضربتنا. ايوه بس احنا لازم نتاكد انهم فعلا مش موجودين. بحد اليوم الخميس ده بيجي يراقب الفيلم. لا يا حبيبي اصحى انت براحتك وتعالى بقى براحتك انت وعيش حياتك واطمن وبقول لنا. خلاص يا دي فافور انت وهو. انا هتصرف. اي حاجه فيها شقه ارموها عليا ومالكوش دعوه انا هظبط كل حاجه. خلاص. دي شغلتنا. يا دي النيلة يا عم الضمير الحي ارحمنا بقى. يلا 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 تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا يلا شوفوا بقى الفيلا دي دورين، الدور الاولاني فيه ريسبشن وليفنج روم ومطبخ وحمام واوضه مكتب، مع اول يمين من الباب هتلاقوا سلم اللي يودي على الدور التاني، والدور التاني ده بقى فيه طرقه بتودي لاوض النوم، والمدخل الوحيد للفيلا هو الباب الرئيسي والشبابيك دور ارضي وباب المطبخ، ومن فوق في الشبابيك والبلكونات والاوض. البلكونه بتاعت الدور الارضي هي دي مدخلنا عشان الترباس بتاعها متعلق وبايظ. قبل اي حاجه انت متاكد انه بايظ؟ ايه يا ابني اللي مبوظه بايديا؟ طب وده ليه بقى؟ الحقيقه انا بوظته عشان ساعات كنت بنسى المفتاح جوه وانا راجع، فلازم الاقي لي سكه ادخل منها. عزيز يعني انت عزيز. طيب سؤال كده عطيف يعني يا شقيق، لو افترضنا ان الشقايق اللي اشتروا الفيلا طلعوا مغيرين الشيستم كله هنعمل ايه؟ اه وده وارد طبعا. طبعا عيب عليكم يا شقايق، معاكوا طلعت معانا باقة من ألمع الطفشات. الله عليك يا برنس يا ابني. عيب عليك. وتستخدمها كيف يا قفص انت؟ زي ما بتستخدم الجلابية يا بقى. كل واحد عارف يعمل ايه يا ابويا. يا دول انتوا كنت عايش في الفيلا دي؟ ايوه امال ايه. يلا طب ايه ده؟ ايه مالك؟ ده شيخ محمود فضيل. ايه يعني؟ ده دعايه. انتوا بعتوا له الفيلا؟ احنا ما بعناش لحد حاجه، البنك هو اللي خد الفيلا. يبقى البنك بعال يا سيدي. انا ما اعرفش، انا اصلا ما اعرفش مين محمود فضيل ده. يا عم قدر ما حصلش، قدر ما حصلش يا اخي. صاحب الفيلا بيحب حاطط له صورته. مالك انت؟ انت يا ابني تهوه انت يا عم في ايه؟ متدينين قوي كده، ايه اللي جايبكوا تسرعوا؟ خلصوا يلا خلصونا. طب يلا طلع هطلع انا وانت فوق. يلا بقول لك ايه؟ اطلع على اوضتي واقول لك انت تعمل ايه. تعالى ماشي. يلا
مين على مرتبتي. ماشي، هو دي المرتبة اهي. عشان تبقوا تناموا براحتكم. لو سمحت. ايوه. فيلا الترابيلي فين بعد اذنك؟ فيلا الترابيلي. حضرتك بص، هتخش يمين في اول شمال هتلاقي ميدان، تكمل على طول هتلاقيها في وشك على طول حضرتك. بس هم وصفوا لي انها هنا. لا 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 لا، وصفوا لك غلط زي ما بقول لحضرتك بالظبط. ماشي، شكرا. العفو، اتفضل حضرتك، اتفضل. الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوانين. يا عمر مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. ماشي يا شيخ. يلا افتح يا عم طلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. حبيب قلبي اموت في الكوبون يا اما. يا جدعان فلوسي كلها ايه ده؟ احنا باين علينا لعبة معانا يا عيال. بس دي تخوف، كنت راح يخوف قوي. يخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بايديها واسنانها. لا بس هم يعرفوا يلاقونا. ده لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هدي الشنطة دي اعمل مكان ليها هناك لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. العباد كده ما ينفع يا عم طلعت، كل اللي بتاع الناس. اقعد بس يا برنس، روق بس بالجاكيت الليمون اللي انت لابسه اللي مزغللني ده.
عايز كام يخلص؟ ما خدش اقل من 350 جنيه، انا قاعد هنا بقالي 3 ساعات. يا عم خلاص هدي بقك علينا. ايه الصوت ده؟ امسك. امسك يا عم. اللي قول لي عسل، العربية اللي معدي تسوى كام؟ النوم 15. طب ما فيش حتة كده لاخوك تمشي عادي المرتاحة على 12 باكو؟ بس فر مش ترنشات. عيب عليك يا برنس، الترنشات دي بتبقى في السلطة. أنا توتو على كبوتو. أدع بيسلك يا شقيق. بس اللي أنت عايزة في إيه؟ يا عم أنت مالك؟ أنت قد المصلحة هتعملها ولا فورياجي بق؟ سداد يا أبو الشقاي، عيب عليك. عربية سليمة ولا فيها حكة؟ يا عم حكة مين؟ سلم أنت على الست الحكة. ايه الفلوس دي؟ ايه المجوهرات دي؟ احنا سرقنا علي بابا ولا ايه يا جدعان؟ هو ده اللعب على كبير. ايوه انا شايف بقى ان المجوهرات دي تتوزع على كل واحد فينا، كل واحد فينا ياخد نصيبه. ها ونبيع بقى بمعرفتنا احنا. صح، كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف بيه بمعرفته، وان شاء الله حتى لو يشتري بيه البن سمار. ما ينفعش حد يبيع الدهب ده دلوقتي، ممكن البوليس يقبض علينا واحنا بنبيعهم. بالعكس، ده الاحسن ان احنا نخلص منهم بسرعه. يا ريت لو بكره الصبح بدري قبل ما يكتشفوا السرقه ويوزعوا نشرب اوصاف المجوهرات. بس بكره الجمعه اجازه. بس بتوع الدهب بقى اجازتهم لحد يا اخوي. كده احنا هنختلف. بصوا يا جدعان، انا رايي نوزع الحاجه كلها دلوقتي، هو لو حد وراه مصلحه ولا حاجه. وزع يا عم. استنى، انت هتوزع ازاي؟ لازم نوزن. هنوزع بركاوي. بركاوي؟ طب اصبر بقى كده، محدش يمد ايده. لا وريني حته الدهب الابيض دي بس. انا عايز الكردان. يا غالي خد كردان امك اهو، وانت حته الدهب الابيض. انا بقى اخد الخاتم ده. احنا قلنا مفيش نقاوي. اشمعنى الخاتم ده؟ استنى عليها يا جدعان، ده شبكه زينه القلب. عيب عليك يا لولو. انت هتتجوز العطي؟ يا برنس. مبروك يا صاحبي. حبيبي يا ريس. حبيبي يا لولو. استنى، خد دي مني كمان. طول عمرك ما يفوتكش الواجب. قتلتني يا خالد، قتلت فتحي صاحبك يا خالد. نسيت يا صاحبي، احنا ما كناش بنفارق بعض واصل. ضربوه يا فتحي. ليه يا صاحبي؟ ليه؟ دلوقتي اقدر اخد عزابوه. استني هنا، اقفي اتكلمي معايا. ممكن اعرف بقى لحد امتى اللي انت فيه ده؟ لحد امتى يا دينا؟ ايه ده؟ انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ عاوزاكي ترجعي زي الاول، عايزاكي تحضري المحاضرات. خلاص الامتحانات قربت. انت مالك بيا؟ حد عينك وصي عليا؟ انا شو ما ايه الخنقه دي؟ ايوه يا دينا، انت بقى اللي عينتيني وصيه عليكي. فاكره لما قلتي لي ان انا بخاف عليكي وبهتم بيكي زي مامتك، ولا نسيتي؟ وانا امي ماتت خلاص، ودينا كمان ماتت. ما تتعبيش نفسك، خلاص خلاص بقى، خلصنا بقى كده. هقولك ايه، ربنا يهديكي. ماجي، هو انت حبيتي قبل كده؟ انا؟ لا انا ما حبيتش قبل كده، وعشان اوفر عليك مش مرتبطه. تصدق انا كمان؟ لا يعني عايز اقول ان انا، بص مش هكدب عليكي، انا صاحبت كتير، صاحبت كتير قوي،
لكن عمري ما حبيت يا ماجي. تصور يا لؤي ان انت بتنسى ليه؟ عشان انت كنت حكي لي قبل كده على الاميره اللي كنت مرتبط بيها ايام الجامعه الاي او سي. واو شت يا بنتي، انا قلت لك ان هي اللي كانت بتحبني، انما انا عمري ما حبيتها. انا طول عمري يا ماجي بدور على واحده جميله زيك، احبها تحبني، احس بيها تحس بيا. ايه يا لؤي الطريقه اللي انت بتتعامل معايا بيها دي؟ يا ماجي انا معجب بيك من اول ما شفتك، ونفسي تبقي حبيبتي ومراتي. خلاص انا مصدقاك، لكن ما دام انت معجب بيا وزي ما بتقول يبقى ليه الطريقه والستايل اللي انت بتتعامل بيه ده؟ خلاص يا ستي سوري، انا كان قصدي بس اوصل لك قد ايه انا معجب بيكي، وعلى العموم لو زعلتي خلاص انا متاسف. ما تزعليش. خلاص مش زعلانه، بس من غير ما ادي ايد. ماشي يلا بقى قولي لي، انت كمان معجبه بيا ولا لا؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا ابن عمه، معجبه بيك. انت عارف يا خالد ان انا عضو في جمعيه حقوق الانسان، عضو متطوع، ومن ضمن الزيارات اللي احنا بنعملها عملنا مره زياره للسجون، وقابلت هناك ستات مسجونين، وعرفت منهم انه الناس ممكن الظروف هي اللي توديها السجن، مش بس نفوسهم المريضه. فاهم يا خالد، احنا في حياتنا حاجات كتير قوي غلط لازم تتصلح، لازم ما نسكتش، لازم نتكلم. ومناسبه لازم نتكلم، في حاجه يعني كنت عايز اقولها لك ومش عارف اجيبها ازاي. ايه اتكلم.